تحياتي ومساء الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دعونا نبدأ معكم هذه الفترة بطبيعة العلاقات ما بين مصر وألمانيا. تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية والتي تنتمي إليها الدولتان. فالقاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط، وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. لذلك تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة. دعونا نتحدث ونقترب أكثر من طبيعة العلاقات المصرية الألمانية سواء على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي مع سيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق والذي يحدثنا الآن عبر الصوت والصورة. يا سيادة السفير، تحياتي لحضرتك في البداية. سيادة السفير، تسمعني جيدا؟ أسمعك جيدا. تحياتي لحضرتك مرة تانية، ودعني أبدأ مع حضرتك بأهمية العلاقات المصرية الألمانية خاصة في هذا التوقيت. علاقات قديمة جدا ومن أوائل العلاقات اللي أنشأتها مصر، وطبعا في العصر الحديث بدأت العلاقات مع ألمانيا الاتحادية سنة 1957، لكن باحث مصري في الدكتوراه عصرته في ألمانيا عمل بحثا عن العلاقات المصرية الألمانية أرجعها إلى 160 سنة للوراء، عندما أوفدت ألمانيا قنصلا عاما لها في القاهرة وآخر في الأسكندرية. إذن العلاقات قديمة. المصريون كانوا يتعاطفون مع الألمان لأنهم كانوا خلال الحرب العالمية الثانية عدوي، وخرجت مظاهرات في القاهرة تقول تقدم يا رومل، ومعركة العالمين التي جرت على أرض مصر بين الحلفاء من ناحية وقوات الألمان من ناحية أخرى ما زالت أثارها ممتدة. لكن في العصر الحالي، في عصرنا نحن، في جيلنا، جدت مسائل جديدة هو ارتباط مصر مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 76 باتفاق تعاون شامل، ثم جددنا هذا الاتفاق وأسميناه اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذي دخل حيز النفاذ في سنة 2004. هذا الاتفاق يجعل الحدود مفتوحة بين مصر وألمانيا، لا جمارك على السلع الألمانية في مصر ولا جمارك على السلع المصرية في ألمانيا. وأشهد أنه أثناء المفاوضات التي تشرفت بقيادتها كان الخارجية الألمانية والسياسيين الألمان خير معين ومساند للمباحثات من وجهة نظر مصر، حتى وصلنا إلى اتفاق من أفضل الاتفاقيات للتجارة الحرة معهم. أيضا ألمانيا لها إسهام في مسائل التنمية في مصر، وكثيرا ما نداعب الألمان ونقول لهم نريد منكم أن تقيموا نموذجا مثل السد العالي بالنسبة للروس، أو الأوبرا بالنسبة لليابان، أو المترو الأنفاق بالنسبة لفرنسا. فيردون علينا بأن ألمانيا أقامت في مصر محطات لتوليد الكهرباء أكبر من حجم السد العالي 3 مرات، ولكنهم متواضعون ولا يعني يضعون خطوطا تحت هذه الأمور. ألمانيا ساندت مصر في موضوع الطاقة خصوصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المحطات الثلاثة التي ستقيمها ألمانيا تعتبر أكبر محطات كهرباء في العالم. أيضا ألمانيا تساعدنا في دخول الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة بأنها تقيم مصنع محركات الرياح بحيث ننتج كهرباء من الرياح وكهرباء من الطاقة الشمسية. المجالات متعددة، وأنا أعتقد أيضا من ناحية التجارية ألمانيا شريك تجاري مهم، بل يمكن تكون من أكبر الشركاء التجاريين على المستوى التجاري. أيضا على مستوى الاستثمار، فاليوم تجدي في وسائل الإعلام الألمان يتذكروننا أن لديهم استثمارات في مصر تفوق 5 مليارات، 5.8 مليار دولار، كما أن المساعدات الألمانية في شكل منح وقروض لدعم برامج التنمية في مصر حوالي 1.6 مليار دولار. كل هذه يعني
مسائل تدل على التحسن العلاقة، على أن هناك علاقة متميزة بين البلدين. طيب سيادة سفير، يعني دعني أتحدث معك في زاوية، ما الذي ربما تجده ألمانيا تحديدا في القاهرة في هذا التوقيت لكي تعمل على يعني مساعدة التقرب أكثر وتوطيد العلاقات مع مصر في هذا التوقيت تحديدا؟ هل هناك بعض المتغيرات في مصر في الفترة الأخيرة جعلت ألمانيا ساعية باهتمام إلى توطيد علاقاتها مع مصر في هذا التوقيت؟ طبعا ابتداء من ثورة 30 يونيو وبعدها مباشرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس في سويسرا وقابل على هامش المؤتمر المستشارة أنجلا ميركل، وهناك دعته لزيارة برلين لأول مرة. الدبلوماسي الرفيع المستوى الذي جاء للإعداد لهذه الزيارة في القاهرة زارني وقال لي قصة يعني طريفة، وهو أن الكيمياء فيما بين شخصية أنجلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أدت إلى أثر جيد ولديها انطباع جيد جدا عنه وعن مصر. لكن دعيني أقول أن ألمانيا أيضا تتطلع لأن تأخذ وجهات نظر مصر في الاعتبار في الشأن العربي والشأن الإفريقي، وأنا أقول بكل تواضع أنني وأنا أعمل في ألمانيا أن الخارجية الألمانية كثيرا ما كانت تستشيرون عن الموضوعات التي نقترحها عندما يكون الرئيس الألماني في زيارة للسودان أو في زيارة لإحدى البلدان الإفريقية. فمعروف أن مصر دولة ذات ثقل كبير جدا في منطقتي إفريقيا والعالم العربي، وتستطيع أن تكون شريك يعتمد عليه في تبادل الآراء والمصالح والخبرات. ولكن هل هناك أولويات في طبيعة العلاقات المصرية الألمانية في يعني هذا التوقيت أيضا سيادة سفير؟ يعني هل العلاقات السياسية هي التي تكون لها أولوية أم العلاقات الاقتصادية الاستثمارية ما بين البلدين؟ يعني أيهما في المرتبة الأولى في سياق وطبيعة وطاولة الحوار الثنائي ما بين مصر وألمانيا؟ هو دائما ما يثار هذا السؤال بين الدبلوماسيين، هل الاقتصاد في خدمة السياسة أم أن السياسة في خدمة الاقتصاد؟ أنا أود أن أدمج الكلمتين سواء سياسة أو اقتصاد، مسألة مصالح، أن هذه العلاقات تخدم المصالح في شكلها السياسي والأمني الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمالي والتجاري، لا أستطيع أن أفرق بين هذه المجالات. لكن دعيني أقول أن ألمانيا وصلت سنة 2009 أنها أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم، ويجب أن نتعلم هذه التجربة، فهذه أولوية قصوى. كيف نستعين بالخبرة الألمانية في اقتحام الأسواق، خصوصا وأنني كما قلت التجارة محررة بين البلدين ولا توجد أي رسوم أو عوائق جمركية. لكن كما تفضلت هناك أولويات، طبعا نحن نعطي أولوية للطاقة، نعطي أولوية للبنية الأساسية، وهذا هذه المجالات تلقى حظوة لدي الألمان. أيضا أود أن أقول أنه في مسائل السياسة لا نستبعد طبعا المصالح، لأن هنا تتطابق وجهتي النظر فيما نسميه محاربة الجريمة المنظمة. والاتفاق بيننا وبين الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا ينص على محاربة الجريمة المنظمة، سواء الإرهاب، غسيل الأموال، الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والمخدرات. وأنا أرجو إن شاء الله أن يلهم الله سبحانه وتعالى الرئيس في المباحثات، لأن دائما أطالب بهذا، أن ألمانيا دولة تنقرض، معدل المواليد أقل من معدل الوفيات، صحيح، وهي بحاجة إلى هجرة. ولهذا تلاحظي أن المستشارة الألمانية كانت متعاطفة جدا مع الهجرات السورية وغيرها، بل أنني عندما وقعنا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي زارني رئيس الجانب الأوروبي وكان ألمانيا وشجعني على أن تهتم مصر بالهجرة القانونية والمشروعة إلى دول أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا. لدينا جالية كبيرة في ألمانيا يحتلون أماكن مرموقة جدا، وبالتالي يا ليتنا إلى جانب التنمية في مصر أن نسعى أيضا إلى الهجرة المشروعة، وأن نوجد لنا وظائف في أوروبا عموما وفي ألمانيا خصوصا، متخذين من السياسة الألمانية الإيجابية تجاه الهجرة، ويقولون لنا بكل صراحة أن مصر والمصريين وجه مقبول إذا طرقوا باب الهجرة إلى ألمانيا. إذن هذا توظيف وعمالة تضاف إلى سلسلة يعني دوائر التنمية التي نسعى إليها. طيب بما أن حضرتك تحدثت عن الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية،
إذن هناك بعض التنسيق الثنائي ما بين مصر وألمانيا بخصوص هذا الأمر تحديدا، يعني الهجرة غير المنتظمة أو بما تعرف إعلاميا بالهجرة غير الشرعية. جذور الأزمة تحديدا وطبيعة الحلول المشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية ما بين مصر وألمانيا، هل سيكون لها صدى كبير وإيجابية في طبيعة العلاقات بينهما، أم أن هناك بعض الزوايا الأخرى التي ربما نتحدث فيها معك الآن سيادة سفير؟ لا، هو طبعا هناك تعاون، والتعاون قائم على الاتفاق القائم. هناك وضع قانوني لمحاربة الهجرة غير المشروعة وليست غير الشرعية بالمناسبة، وبالتالي هناك 8 لجان تنظم العلاقات بين مصر وأوروبا وألمانيا. من بين هذه اللجان التي تجتمع سنويا لجنة فنية لمواجهة الجريمة المنظمة بما فيها الهجرة غير المشروعة. وفي هذا قننا أوضاعنا مع إيطاليا مثلا. إيطاليا أعطتنا 6000 تأشيرة للهجرات إذا أردنا، يا ليتنا نطلب من ألمانيا نفس الشيء، 10000 تأشيرة كخطوة أولى، وننتقي المهاجر المصري الذي يكون مؤهلا لكي يهاجر ويكون له احترامه. أيضا في مسألة محاربة بقايا أوجه الجريمة المنظمة، كما تفضلت مسألة تبادل المعلومات، نحن نتبادل المعلومات بشكل جيد. هناك علاقات طيبة جدا بين أجهزتنا التي تحارب هذه الجرائم، ولا شك أننا نعتز بأن لدينا في القاهرة سفارة ألمانية من أكبر السفارات في الألمانية في العالم. مصر لديها سفارة في برلين نعتز بها، وهي سفارة حديثة نسبيا لأننا كنا في على زماننا كانت السفارة في بون العاصمة الصغيرة، والآن لدينا سفارات على أعلى كفاءة. سفارتنا في ألمانيا مؤهلة بملحق عسكري، بملحق تجاري، ملحق إعلامي، ملحق ثقافي، كل أنواع العلاقات مخصص لها مكتب للترويج لهذه العلاقات على أفضل مستوى. إذن كان هناك يعني تصريح في غاية الأهمية من قبل يعني رئيس الوفد الألماني والذي التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يقول بأن مصر يعني بالنسبة لألمانيا تعتبر ثالث شريك رئيس في منطقة الشرق الأوسط. هذا التصريح ربما يكون تصريح في غاية الأهمية، نقرأه معك سيادة سفير، ولكن بعد أن نتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا التقرير عن طبيعة العلاقات المصرية الألمانية، ونعود مع حضرتكم من جديد. تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين تحول على مدار السنوات الماضية إلى شراكة استراتيجية في مجالات عدة، كان على رأسها المجال الاقتصادي، حتى صارت مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية. وساهمت العلاقة المتميزة بين البلدين في اقتحام المؤسسات الألمانية الكبرى السوق المصرية بالاستثمار المباشر أو بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبرى ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وأبرزها الشراكة مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية. في الحقيقة كانت شراكة في مشروع ضخم لتوفير 40% من احتياجات مصر للطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية ومنفوقة. كان هذا دور سيمنز، ونحن سعداء وفخورون بوقوفنا سويا بجانب الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع رسميا. ناقشنا واتفقنا على 8 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر، والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة. وفي حال تقسيم العقد الإطاري لمشروعات بعينها، فسنقيم مصنع توربينات الرياح في منطقة قناة السويس. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5,814,000,000 يورو مقارنة ب 5,568,000,000 يورو عام 2016، محققا نسبة زيادة قدرها 5%، فيما تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 641,000,000 دولار في عدد 1,080 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل،
كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وتأتي تلك الطفرة في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين في النظرة الألمانية إلى مصر باعتبارها أحد أهم شركائها بالمنطقة في مجال التعاون التنموي وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم نظرا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، إذ تقدر ألمانيا قيمة التعاون التنموي الحالي بنحو 1.7 مليار يورو في صورة منح وقروض. نجدد ترحيب مرة أخرى معكم مشاهدينا الكرام بسيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفير، يعني تحياتي لحضرتك من جديد، وكنت أقف معك بالحديث عند هذا التصريح من قبل رئيس الوفد الألماني والذي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وقال أن مصر تعتبر بالنسبة لألمانيا هي ثالث شريك رئيس في الشرق الأوسط. يعني دلالة وأهمية هذا التصريح من قبل ألمانيا في هذا التوقيت تحديدا. سيد سفير تسمعني جيدا؟ يبدو أننا فقدنا التواصل والاتصال مع سيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق لحين أن نعاود إليه مرة أخرى. نحن مشاهدين الكرام نتحدث عن طبيعة العلاقات ما بين مصر وألمانيا، حيث تتمتع الدولتان بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية والتي تنتمي إليها الدولتان كما نعلم جيدا. دعونا نجدد الترحيب بسيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفير تسمعني جيدا الآن؟ جيدا. كنت أقف معك بالحديث سيادة سفير عند نعم سيادة سفير أسمعك جيدا. نعم، كنت أقف معك بالحديث عند تصريح رئيس الوفد الألماني والذي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي وصرح بأن مصر هي ثالث شريك رئيس في منطقة الشرق الأوسط. يعني دلالة وأهمية هذه التصريحات من قبل الوفد الألماني؟ دلالة ذلك وجود مصالح اقتصادية، وسواء في مسائل التعاون الاقتصادي والتنموي، كما قلنا ألمانيا لها مشروعات كثيرة في مصر، التبادل التجاري، كون ان مصر صارت ثالث. انا اعتقد ان مصر في سنة 2010 كانت الاول، لكن هو التبادل التجاري المصري عموما تراجع قليلا بعد يناير 2011، ونحاول ان نستعيد وضعنا كما كان، وبالتالي هناك مصالح كبرى لمصر في ألمانيا، هناك مصالح ألمانية كبيرة جدا في مصر تقتضي مثل هذه الزيارات. وأنا سعيد جدا أن لما أرى تكرار تبادل الزيارات بين مصر وألمانيا الاتحادية، هذا يدل على العناية التي تعطيها القيادة في البلدين. لقد حظينا دائما بعناية ألمانية وبزيارات من المستشارين الألمان. مصر استضافت سنة 2000 مؤتمر القمة الإفريقي الأوروبي، وحضر جيرهارد شرودر مستشار ألمانيا السابق. والألمان أعرف جيدا بحكم عملي في ألمانيا سابقا أنهم يعطون لمصر أولوية كبيرة، لأسباب استراتيجية لكن أيضا لأسباب المصالح والترويج للصادرات الألمانية. إذن يعني بالنسبة لألمانيا في هذا التوقيت، هل ربما ترى أن مصر شريك أفريقي أيضا وليس فقط شريك عربي في المنطقة؟ ولكن تعلم جيدا سيادة سفير أن مصر في الفترة الأخيرة عملت على إعادة إحياء وانتعاش العلاقات مع الدول الأفريقية. هل هذه العلاقات المصرية الأفريقية في الفترة الأخيرة ستسهم بشكل إيجابي في طبيعة العلاقات مع مصر وألمانيا من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، ونحن عندما نروج للاستثمار في مصر وللسوق المصري نقول أن مصر ليست سوق 100 مليون مصري فقط، وإنما مصر لديها اتفاق تجارة حرة،
مع دول الكوميسا الإفريقية واتفاق تجارة حرة مع الدول العربية الـ 22 ودول الاتحاد الأوروبي. إذا مصر سوق من 1300 مليون مستهلك، وهذا هو الإغراء الكبير، أن النفاذ المصري إلى إفريقيا موجود، ويضاف لهذا أن الوجه المصري مقبول في إفريقيا بشكل كبير بحكم أننا دولة عربية دولة إسلامية، نحن مهبط الكنيسة القبطية، العلاقات لحركات التحرر الإفريقية كانت محل عناية في مصر من أيام الرئيس عبد الناصر، اكتشافات أعالي النيل التي قامت به مصر في أيام محمد علي، هناك قبائل في إفريقيا تتباهى بأنها من أصول فرعونية نتيجة الهجرات المتتالية. نحن عن خبرة أقول لك نحن وجه مقبول جدا في إفريقيا، ومن يريد أن ينفذ إلى إفريقيا يمكن أن يعتمد على الخبرة المصرية والتشاور والتعاون وتبادل المعرفة المصرية. إذن يعني سيادة سفير أرجو أن تبقى معنا، ودعنا نتشارك بالحديث هاتفيا الآن مع دكتور أيمن سمير المتخصص والخبير في العلاقات الدولية. دكتور أيمن تحياتي لحضرتك. أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين. العلاقات المصرية الألمانية في سياق هذا التوقيت تحديدا، هل تختلف عن طبيعة العلاقات بين الدولتين فيما سبق؟ بالتأكيد، يعني حدث ما يمكن تسميته بالاستدارة الألمانية بعد فترة من ثورة 30 يونيو، بعد الثورة مباشرة وتحديدا في النصف الثاني من 2013 والنصف الأول من 2014، كانت لغة الخطابات الألمانية يعني خشنة تجاه الدولة المصرية، وكانت هناك يعني أوصاف يعني غير مقبولة، لكن نتيجة لجهد الدولة المصرية والتحرك باحترافية على الساحة الألمانية، لم يكن التحرك فقط على مستوى الرسمي، لكن أيضا كان هناك تحركات على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الإعلام، كل وعلى مستوى الاقتصادي أيضا، كل ذلك أثمر استدارة ألمانية كاملة نحو الدولة المصرية وإقرار بدور مصر في استقرار منطقة في الشرق الأوسط، وأن الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار. من هنا جاءت الشركات الألمانية الكبرى مثل شركة سيمنز، بدأت الشراكة المصرية الألمانية في كافة مجالات الاقتصاد تنمو وتزدهر خلال السنوات الماضية. أيضا في العام الانتخابي في عام 2017 معروف أن المستشارة الألمانية لا تخرج في زيارة لأي دولة خارج الاتحاد الأوروبي، قامت بزيارة مصر في مارس 2017، وهذا تقدير ونظرة إيجابية للغاية للدولة المصرية. أيضا ألمانيا بتعتقد أن أي تحرك في أفريقيا يجب أن يكون من خلال البوابة المصرية، ليس فقط لأن مصر هي عضو في أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية في أفريقيا، وهي الكوميسا والسادك والإياك اللي يتجمع شرق أفريقيا، لكن أيضا للدور التاريخي المعروف لمصر في أفريقيا والعلاقات التاريخية بين مصر والدول الأفريقية. وبالتالي فكرت ألمانيا في عمل صندوق ثلاثي للاستثمار في أفريقيا، تكون فيها ألمانيا بالخبرة والأموال، وتكون مصر فيه بالعنصر الفني والعمالة، بجانب الدولة الأفريقية سواء دول شمال أو جنوب الصحراء. وبالتالي ألمانيا يعني استدارت بشكل كامل اتجاه الدولة المصرية، اكتشفت الإمكانيات المتاحة لمصر سواء على الساحة الأفريقية أو الساحة العربية أو حتى الشرق أوسطية. ومن هنا أنا في اعتقادي العلاقات بين الدولتين تسير في مسار ممتاز، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو حتى في الملفات الإقليمية. احنا شفنا استدارة ألمانية كاملة فيما يتعلق بفهم قضايا الشرق الأوسط، ربما قبل 2015 تحديدا كانت ألمانيا يعني تميل لبعض وجهات النظر الأخرى في المنطقة، لكن بعد لقاء المستشارة ميركل مع الرئيس السيسي أكثر من مرة حدث اختلاف في وجهة النظر الألمانية، وكلها الآن تبدأ وتنتهي عند الحلول السياسية والسلمية لأزمات الشرق الأوسط، وهذا يتوافق بشكل كامل مع وجهة النظر المصرية سواء فيما يتعلق بالأزمة في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها من أزمات المنطقة. يضاف إلى ذلك أن العلاقات المصرية الألمانية اكتسبت زخم كبير جدا نتيجة لمشروع الإصلاح الاقتصادي اللي قامت به الحكومة المصرية في الفترة أو في الآونة الأخيرة، وهذا أثمر عن مزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، وتحديدا في المشروعات الكبيرة في محور قناة السويس وفي العاصمة الإدارية الجديدة، أو حتى في عدد وحجم الوفود من قبل رجال الأعمال الألمان،
اللي زاروا مصر تحديدا في 2018 و2017، وهناك اهتمام كبير جدا من رجال الأعمال والقطاع الخاص الألماني في المشروعات الاقتصادية في مصر. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه بالفعل العلاقات المصرية الألمانية تسير في طريق يخدم مصالح الطرفين ويخدم مصالح الدولتين. دكتور أيمن، تعلم جيدا أن ألمانيا في الفترة الأخيرة ربما سعت إلى توطيد علاقاتها مع دول شمال أفريقيا، يعني نحن نتحدث عن تونس والجزائر وليبيا وأيضا مصر، ولكن سؤالي لك الآن يعني دكتور أيمن، ما الذي يميز القاهرة تحديدا بالنسبة لألمانيا عن أي دولة أخرى في العالم؟ أولا، هناك مصداقية للسياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بكافة القضايا، يعني عندما مصر تطرح وجهة نظرها هي تقول ما تقوله في العلن تفعله في السر. الدليل على ذلك قضية مثل قضية الهجرة، ألمانيا شاهدت بأم عينيها كيف لتركيا وهي دولة متوسطية أيضا ابتزت الاتحاد الأوروبي وابتزت ألمانيا، ويعني وهدد الرئيس أردوغان أكثر من مرة بإغراق الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين غير الشرعيين. لكن مصر عندما قالت انها تساعد دول الاتحاد الاوروبي في منع الهجره غير الشرعيه والهجره غير المنظمه كانت تفعل ما تقوله. الدليل على ذلك ان مصر اصدرت قرار او قانون يجرم ظاهره الهجره غير الشرعيه منذ سبتمبر 2016 حتى اكتوبر الان 2018، وهذه شهاده الاتحاد الاوروبي، لم تخرج حاله واحده من الهجره غير الشرعيه من الشواطئ المصريه تجاه ما يسمى بدول البوابات الاوروبيه وهي اليونان وإيطاليا وأسبانيا، وهذا نجاح كبير جدا، هذا ساهم بشكل كبير جدا في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ومعروف أن ألمانيا هي أكثر الدول التي يعني ذاقت مرارة هذه الهجرة، سواء فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية أو حتى الجوانب السياسية. لأول مرة الحزب النازي حزب البديل من أجل ألمانيا يدخل البرلمان في انتخابات 2017 ويحتل المركز الثالث، وهذا انقلاب في السياسة الألمانية. كل ذلك حدث نتيجة للهجرة غير المنظمة والهجرة غير الشرعية. وبالتالي إذا كانت مصر تساهم وتلعب دورا كبيرا ودور إيجابي في هذه القضية، هي محل اعتبار ومحل إشادة كبيرة من كل الساسة الألمان. أنا أحيل حضرتك إلى زيارات وزير الخارجية المصري مثلا في 2017، التقى بجميع المسؤولين الكبار ليس فقط في الحكومة الألمانية، لكن حتى في الأحزاب المعارضة في وسائل الإعلام، في زعماء المجتمع المدني الألماني. هناك ترحيب كامل بكل ما تقوم به مصر، سواء على المستوى الشرق الأوسطي أو الساحة العربية، أو منع الهجرة غير الشرعية، أو مساعدة في مكافحة الإرهاب. أيضا هناك أيضا تثمين لوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بالعائدون من سوريا. معروف أن هناك عدد كبير جدا من الألمان انضموا إلى داعش في 2015 و2016، وطبقا للمفوض الأوروبي لشؤون الإرهاب هناك أكثر من 12,000 داعشي يحملون الجنسية الألمانية شاركوا مع داعش سواء في سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى من العالم. وبالتالي ألمانيا بتستلهم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، تحديدا في كيفية التعامل مع العائدون من سوريا ومن العراق. وهذه قضية يعني تؤرق الساسة الألمان، تحديدا وزير الداخلية الألماني المعروف بمواقفه المتشددة، والذي يعني لديه مواقف يعني كلها كانت ضد الهجرة غير المنظمة وضد الانضمام للجماعات الإرهابية. وبالتالي كل الوزراء في الحكومة الألمانية يقدرون ويثمنون ما تقوم به مصر وما تلهم به مصر الدول الأوروبية في كيفية مكافحة يعني هذا الخطر العائد من إدلب ومن غيرها من المناطق في سوريا والعراق. دكتور أيمن سمير، المتخصص والخبير في العلاقات الدولية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات، وأعود إليك مرة أخرى سيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وربما سأخذ من حديث دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية وأتوجه إلى حضرتك بسؤالي هذا، يعني انعكاس هذه العلاقات المصرية الألمانية ليس فقط على الدولتين ولكن على بعض الدول الأخرى في العالم. هو بالطبع ينعكس على العلاقات الأوروبية، وألمانيا تستطيع أن تكون متحدثا بوجهات نظر مصر. وعلى فكرة هذا الدور قامت به ألمانيا دائما. هيلموت شميت رحمة الله عليه كان يطلب من الرئيس السادات ملفات عن الشرق الأوسط ويدافع عن وجهات النظر المصرية لأنها متطابقة
تقريبا مع وجهات النظر الألمانية. هذا اللقاء وهذه الدوائر الجديدة من العلاقات تنعكس على العلاقات العربية، ومصر هي رأس الأمة العربية وهي الدولة الرائدة والقائدة التي عندما تتخذ سياسة ما في الدول العربية تتبعها. سأقول لك قصة طريفة. أن الرئيس السادات عندما زار مصنع طائرات الإيرباص أعجبته الطائرة، كانت كنا في بداية زمن الطائرات العريضة، فطلب من الصناعة هناك أن تزود مصر بخمسة طائرات من هذه النوعية. جوزيف شتراوس اللي هو كان رئيس وزراء بافاريا ابتسم، فرد عليه الرئيس: هل تعتقد أنني يعني لن أستطيع دفع ثمنها؟ وفعلا أخذنا الخمسة طائرات وسددت ثمنها من إيرادها على الفور، لكن النتيجة الفعلية أن خمسة طائرات بعتها إيرباص لمصر أسفرت عن صفقات بأكثر من 120 طائرة للعالم العربي. خذي دائما أن مصر هي النموذج الذي يحتذى، لأن السوق الأكبر، الدولة الأكبر، أكبر جيش في المنطقة، فكل تصرف نقول به لابد أن ينعكس على البعد العربي وعلى البعد الإفريقي. إذن ليست هناك بعض المجالات المقتصرة في حديث وطاولة الدولتين ما بين مصر وألمانيا، يعني كان هناك أيضا تطرق لمجال الصحة والتعليم ما بين الجانبين، يعني أيضا دلالة هذه المجالات في سعي الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما في هذه المجالات، وخاصة تعلم جيدا سيادة السفير أيضا أن المجال السياحي هو مهم أيضا لمصر في التوقيت الحالي. ألمانيا أوفدت أكثر من مليون سائح في 2017، ونحن نطمع لأكثر من ذلك، لأن ألمانيا من أكبر الدول ذات الحركة السياحية. أيضا هناك مجال ربما لم يلتفت إليه وقد شاركت في إنشائه في حقبة القرن الماضي، عندما قمنا بإنشاء مشروع للتعليم الفني، وألمانيا تستطيع أن تساعدنا في موضوع التعليم الفني كما قامت إيطاليا سابقا. وهناك المشروع المشهور المسمى مشروع كول مبارك، وهذا مشروع ممول ألمانيا، أنشأنا على نفقته الكثير من مدارس التعليم الفني، والقائمة لا تنتهي. أريد أن أقول لك أيضا أن هناك نوع من التقدير الشخصي لكثير من أعضاء الدبلوماسية والسياسة الألمانية. جنشر رحمة الله عليه وزير الخارجية كان دائما يعتبر مصر من غلاة الأصدقاء لألمانيا. في إحدى المرات أذاع التلفزيون الألماني شريطا لم يكن يعني على هوانا، فلما ذهبت أعاتبه في الخارجية الألمانية اندهشوا جدا، قالوا: هل تتصور أن شريط يعني يذاع هكذا عابرا يؤثر في سمعة مصر؟ مصر الهرم ومصر النيل ومصر الصديق الأساسي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط. النظرة لمصر من داخل الخارجية الألماني نظرة عالية، وأقول لك يعني طرفة من الطرفات أن مجموع الذين يعملون على الملف المصري وخدموا في مصر كثيرا ما يداعبون أنفسهم، يسمون أنفسهم The Egyptian Mafia، المافيا المصرية التي تعمل لصالح العلاقات المصرية الألمانية. وأنا على الجانب المصري أسمينا أنفسنا أيضا المافيا الألمانية في مصر. نحن نسعى لأن كل توطيد للعلاقات المصرية الألمانية لابد أن يصح في صالح البلدين والشعبين. القائمة يعني لا أريد أن أطيل عليك، لكن القائمة لا تنتهي، كل ما يخطر في بالك نعم يوضع على المائدة ويناقش دون أي تردد. ولكن في الفترة القادمة سيادة سفير، هل من المفترض أن تقوم مصر تحديدا يعني بعض الخطوات المهمة لاستقرار هذه العلاقات ما بين مصر وألمانيا في هذه الفترة تحديدا، خاصة وأن ألمانيا يعني وكما أشرت حضرتك أن كانت تعتبر مصر في قبل يعني 2011 كانت تعتبر الركيزة الأساسية والمصدر الأول. هناك تصريحات تقول بأن ألمانيا تعتبر مصر الركيز الثالث، لكي تعود هذه المرتبة مرة أخرى بالنسبة لمصر وألمانيا، هل يجب لمصر أن تفعل بعض الخطوات في هذه الفترة والفترة القادمة حتى تستقر هذه العلاقات بل وتتقدم أكثر؟ لا أريد أن أقف طويلا عند كلمة الشريك الثالث،
لأن هذا يرجع إلى حجم التبادل التجاري، وأنا أقول أن الحجم التبادل التجاري في طريقه للعودة إلى وضعه ولا أحسن منه، فبالتالي سوف نستعيد هذا الوضع بالتأكيد. لكن كما تفضلت كيف نجتذب ألمانيا أكثر وأكثر، أنا كنت أدير إلى وقت قريب برنامج لدعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية عن طريق الدعم الأوروبي، ولقد طرحنا الكثير من المشروعات، نالت ألمانيا كثير من هذه المشروعات، منها مثلا مشروع تحسين البيئة والتخلص من النفايات وهو مشروع يقلقنا دائما، منها دعم هيئة الاستثمار المصرية. لقد أتينا بهيئة الاستثمار الألمانية من كبار مسؤوليها وظلوا مقيمون في القاهرة أكثر من سنتين لينقلوا خبرات ألمانيا في جذب الاستثمارات، لأن أيضا ألمانيا من الدول التي إلى جانب أنها تستثمر في الخارج فتحاول جذب استثمارات أجنبية إليها. ونجحنا في عملية توأمة بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار الألمانية، ونستعين بهم في السكك الحديدية وفي مجالات كثيرة. هذا النوع من المشروعات يجعل العلاقة لا تقف عند مستوى كبار المسؤولين والقيادات، وإنما تنزل إلى المؤسسات، ونستطيع أن نحدد عشرات المشروعات ليس فقط مع ألمانيا إنما مع معظم بلدان أوروبا المتقدمة، نستطيع أن نستفيد من خبرتها، وكل هذا بمنح تقدم لمصر دون مقابل ودون رد. وعلينا هنا تسأليني ماذا علينا، علينا أن نكون أكثر نشاطا، أكثر استيعابا لما هو مطروح علينا، أكثر نفاذا إلى السوق الأوروبي، وهو مفتوح لكل صادراتنا الزراعية وصادراتنا الصناعية. نقل الخبرة على فكرة لا يقل أبدا عن نقل الصادرات والواردات، الخبرات الألمانية عظيمة، واعتقد ان ألمانيا لن تضم أبدا على مصر بنقل يعني خبراتها. نقل الخبرات تحديدا ما بين مصر وألمانيا، يعني هل هناك بعض الخطوات المقترحة كي بالفعل نسهم بشكل أو بآخر في تبادل الخبرات ما بين ألمانيا ومصر؟ أنا تحديدا يعني رشحت مشروع التوأمة المؤسسية الذي كنت أديره إلى وقت قريب لأن نستمر فيه، فأي مشروع في مصر يريد اكتساب الخبرة الألمانية والأوروبية من ورائها يستطيع أن يطلب وأن يجاب فورا، وهذا ليس مجرد تبادل خبرة، وإنما أنا أنقل إدارة المشروع الألماني أو الأوروبي بكامله. رئيس الهيئة أو نائب رئيس الهيئة يأتي ويقيم في مصر معنا نحو سنتين لكل مشروع وأنقل معه هذه الخبرة. إذن الطريق موجود، يعني ليس علي أن أقترح إضافة لما كان هو في أيدينا فعلا، وعلينا أن نعاود زيارة هذه الملفات. وأقول لك بكل صراحة، يعني الأوروبيون كانوا يتنافسون على إعطاء الخبرات لمصر في النقل البحري، في سلامة النقل البحري، في البريد، في السياحة. أخذنا الخبرة النمساوية في السياحة، أخذنا خبرة السويد في النقل البحري، وكلها مشروعات مفيدة. ألمانيا ترحب جدا، ويعني أقول عن معرفة وعن تجربة شخصية أن الألمان على استعداد للتقدم في أي ميدان لطلب فيه التزود بخبرتهم العملية عن طريق توأمة مؤسساتنا بمؤسساتهم المقابلة. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات الخاصة بمناقشة طبيعة العلاقات المصرية الألمانية. فصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود لحضراتكم من جديد لاستكمال هذه التغطية المتواصلة معكم من استوديو الآن. ابقوا دائما معنا.